بكم. أنا كولين فرحات أرحب بكم بعدد جديد من المجلة، ونبدأ من نيويورك مع حوار أجريته مع الرسام العراقي أحمد السوداني. يستخدم أحمد في رسوماته سلماً لونياً مفعماً بالحياة للوحات يتناول فيها ويلات الحرب والعنف. أحمد من مواليد العراق، أجبرته الظروف للهروب إلى سوريا بشكل غير شرعي، ومن ثم إلى اللجوء إلى الولايات المتحدة ليستقر هناك. لم يتكلم اللغة الإنجليزية فدرسها، لم يحترف الرسم فتعمق به ليتخرج متفوقا من جامعة ييل، ويبدع ليصبح أول رسام عربي تباع لوحاته بملايين الدولارات. أعمال أحمد السوداني تبقى عراقية الروح، وتحكي علاقة يصفها بالمعقدة بين وطنه الأم والبلد الذي يعيش ويعمل فيه، الولايات المتحدة. مرات الصعوبات تدفع الشخص إلى أن يكتشف نفسه بشكل أفضل. مرحبا، أنا أحمد السوداني، فنان عراقي مقيم في نيويورك. لوحات أحمد السوداني فنية بألوانها، غنية بتفاصيلها، لكنها مسكونة بثنائية الرعب والخراب، وبينهما ذلك الخيط الرفيع الذي يفصل بين الحياة والموت. مصدر وحيه نابع من تجربته الشخصية، حيث أبصر النور في بغداد في عهد صدام. يعني ولدت ولا الحروب مستمرة بشكل أو بآخر، من الحرب اللي هي يعني بين حرب حقيقية و الحصار اللي هو كان أكثر قسوة، يعني اللي دمر كل مفاصل الحياة. العراق بوقت زمن صدام يعني معتقل كبير، فمو استثناء الواحد أن يفكر أن يخرج من هذا المعتقل، وأنا كنت جزء من يعني واحد من إذا مو ملايين فمئات الآلاف. في العشرين من عمره متحدياً واقعه، شوه أحمد في لحظة غضب إحدى جداريات صدام، وخوفاً من العقاب هرب بصورة غير قانونية إلى الشام، تاركاً خلفه هويته وعائلته. بالشام كانت اختلفت المعاناة، أخذت شكل آخر بس استمرت. شخص بدون أوراق شعور مرعب أنه أنت ما عندك أي شيء يثبت منه أنت، مخيف. في دمشق باتت معاناته يومية، حيث استوحى أحمد منها رسوماته. أتذكر في لحظة ما معينة أنا دعيت أنه أنا فنان، مع العلم أنه أنا ما كنت يعني، وكنت أحاول جماعة يعني فنانين وكتاب وشعراء، فشعرت أنه ضروري الانتماء لهذا الجو عن طريق الرسم. عرض البعض منها في إحدى المعارض المحلية، ما لفت انتباه سائحين أمريكيين شجعاه على السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فاقترحوا أنه السفر إلى أمريكا هو الخيار الأفضل، وكأنه أنا يعني عندي عشرات الخيارات. وراها يعني قدمت على مكتب الأمم المتحدة وتم القبول، و وبقينا في قائمة الانتظار مثلها يعني مثلي مثل الملايين. بعد انتظار دام 4 سنوات جاءت الموافقة على طلب لجوئه إلى الولايات المتحدة. أول مرة أشعر أنه أنا من هوني هوية فيها اسمي، شعرت أنه أنا عندي رقم أو انتماء، إذا يصير فد شيء علي أكو في جهة تعرف صار. وصلت لواشنطن وجدت نفسي يعني على بعد خطوات من البيت الأبيض، كأنه حلم. أشعرت رأساً بإنسانيتي من وصلت إلى أمريكا، وهذا الشعور ما زال يرافقني حتى هذه اللحظة. أحمد الذي لم يكن يتقن اللغة الإنجليزية بدأ بدراستها، وكان يعمل غاسل صحون في واشنطن من أجل لقمة العيش. أول ما وصلت لواشنطن قلت للكيس ووكر مالتي أنا أريد أروح
أدرس رسم، كأنه عندي يعني خوف من أن أتحول إلى رقم بسيط ضمن هذه الأعداد الهائلة. من ترعبني فكرة أنه أتحول إلى فد يعني كان بدون يعني you exist but بنفس الوقت أنت ما موجود يعني. انتقل إلى ولاية مين فعمل في دار لرعاية العجزة لتسديد كلفة دروسه في كلية ولاية مين للفنون. ما أن بديت بالدراسة بالرسم، تعاملت ويا الرسم باعتبار الشيء الأهم في حياتي. تفانيه في الدراسة وتقنيته الفريدة من نوعها دفعت أساتذته لترشيحه في برنامج فنون تابع لجامعة ييل. أسعد لحظة في حياتي من فتحت المغلف وشفت القبول. الآن صارت المسألة جدية، يعني أنت في مكان ما عندك خيار آخر سواء أن تكون أكثر من جيد، الجيد الكل جيدي، لازم واحد يكون متميز. بعد إتمامه لدراسته الجامعية الأولية في مين، تم قبول أحمد لاستكمال دراسته في برنامج الماجستير للفنون الجميلة في جامعة ييل. هو أنا انقبلت بالجراد سكول يعني بال 2006، يعني في ذروة الحرب الأهلية بالعراق. فربما هذا الدافع اللي ما خلاني أتصل بآخرين، لأنه أشبه بالبطر، يعني أن الناس تموت بشكل يومي وأني رايح الكلية فنون. خلال معرض طلابي مشترك في جامعة ييل، لفتت لوحات السوداني رون سيجيف صاحب أبرز المعارض الفنية في نيويورك، فطلب منه المشاركة في معرض إلى جانب فنانين آخرين، ولكن لوحات أحمد كانت الأبرز، فطلب منه تنظيم معرض خاص به. عادة مثل ما تعرف في نيويورك يعني ما يعطون سولو شغل طالب يعني بعد بالكلية فنون، بس يعني سوينا المعرض وكان يعني على مستوى تجاري كان يعني نجاح جيد، لأنه تم بيع الأعمال كلها. هذه كانت نقطة البداية لمشوار أحمد إلى العالمية الذي ورد اسمه في قائمة الفنانين الواعدين بحسب لائحة فوربس. تم عرض أعماله في أبرز المعارض العالمية ليصبح أول رسام عربي يتخطى سعر لوحاته ملايين الدولارات، لا سيما لوحته بغداد 1 التي صورت لحظة سقوط تمثال صدام حسين ودخول القوات الأمريكية بغداد. عام 2011 شارك أحمد في معرض بينال في المطنقية بعد غياب العراق عنه منذ عام 1976. الموضوع اللي يتحدث عنه هي موضوع يعني فيها جانب من القسوة. الألوان المتوقعة بالعادة في هكذا موضوعات الألوان الرمادية والبنية، اختيار سلم ألوان حار أنا أعمل عليها بشكل واعي لها علاقة بعملية التواصل مع المتلقية. بالعادة أن يبدي الأعمال أرسم الفجر كاملاً وبعدين يعني لترلي أشظي، أتعامل وياهم بالكائنات اللي بداخل اللوحة يعني كائنات حية. يعني ما في specific structure، يعني مرات أبدي بالشاركول مثل ما هنا بديت بدون أكريليك، مرات أبدي بالأكريليك. أنا بالفترة الأخيرة بديت أتحدث عن مسببات العنف اللي هم السياسيين، الأشخاص اللي وجودهم بالسلطة هو اللي أساس الخراب. هذه الستيج اللي يسووه السياسيين اللي كل شيء يبدو طبيعي مثلاً بخطاباتهم أو عفوي الكلام عن إنجازات، يعني بس هو بالحقيقة هذا الجانب المشرق اللي نشوفه من خلال شاشة التلفاز، يعني الجانب الآخر من عنده هو هذا ما وراء الكواليس. قد تكون لوحات السوداني تصوير للحروب والفضائع والفساد، لكنها بنفس الوقت نوع من التعليق الاجتماعي على حقبتنا الزمنية. العنف
والكياس والكوربشن، يعني امور دا نشوفها بشكل يومي بمكانات مختلفه بالعالم. المشكله انه بدات تاثر علينا بشكل، حتى وانت بامريكا او اي مكان اخر بالعالم تاثر عليك بشكل يومي، يعني تشعرها، يعني اي مكان اي جانب من العنف يصير مكان اخر في العالم ينعكس بشكل مباشر علينا. اليوم بعد الفاصل، أغاني تتخطى الحدود بأشكالها وتكسر القيود على أنواعها.